حلو قوي. نلعب بقى. نلعب يلا. نلعب. عندنا سيمي فاينل وعندنا فاينل. يلا. سيمي فاينل وفاينل. طب خلينا في السيمي فاينل الاول. خلينا في الماتشين طيب الاول. انا ما اضمنش اشوفك تاني ولا لا. هجيلك ان شاء الله. لا تسافر الماتش. والله لا هبعت لك. مش هبيعك. سيمي فاينل. لسه ما سافرتش الماتش. لسه مش ناقصه. لسه ما اتاكدناش. لا فمش ناقصه تحسني. يعني مش ما تجيش تاني. بعدين احنا ممكن نعمل حمله. نسافر. يلا. سافرونا يا جماعه. عايزين نشجع المغرب. عايزين نشجع المغرب. قال عايز اجي معاكم. وهتروح له تروح تسوي واحد على قاعده كرسي لوحدي. طيب جو مباراه المغرب فرنسا. بالنسبه لي ان شاء الله المغرب هتكسب 1-0 في الوقت الاصلي مش الاضافي بقى كمان. الله. شفت بقى سيناريو خيالي. على فكره انا قلت ان المغرب هتكسب البرتغال 1-0 في الوقت الاصلي. الله عليك. فانا بقول ان شاء الله نفس السيناريو. المغرب هتكسب 1-0. الارجنتين وكرواتيا. الارجنتين هتكسب ان شاء الله برضو عشان ميسي. بص الارجنتين هتكسب ان شاء الله. لما الارجنتين تقابل المغرب في النهائي ان شاء الله المغرب تكسب. لو وصلت يعني الارجنتين ومغرب. لا خلينا مع المغرب. انا معلش ميسي. معلش يا زي ما انا ضحيت بكريستيانو النهارده. انا مش انا ليه اتزنقت كده قوي. الدنيا بردت ليه كده. هنضحي اصلا اتزنقت زنقه زي دي قبل كده مع جو. خلاص هنضحي بميسي. جو بيعمل برنامج عظيم جدا على اليوتيوب. تمام. وخدت يعني خدت يعني اشتري مش بتعيش في حياتي قبل كده. سالت سؤال كان ليفربول وريال مدريد هيلعبوا في الفاينل. تمام. طبعا محمد صلاح. فانت بتشجع مين يا كريم؟ قلت لهم بعشق ريال مدريد. تمام. بس انا عايز محمد صلاح يكسب الفاينل. انت فرشت فرشه برده في الاول صح. من سنه مش عارف ايه وبتاع انا برده افورت يعني فاهم. تمام. بالنسبه لك انا افتكرت الشتيمه في واحد كان شتيم ليش معينه كده افتكرتها انا بس عايز اقول لك ان انا بالنسبه لي لو بنتكلم على بجد امنيات فامنيات ان المنتخب المغربي يوصل لابعد حاجه وياخد كاس العالم ان شاء الله. بس اللي هم عملوه لغايه دلوقتي ده انجاز. شكرا. انجاز تاريخي. ومش هيقلل اي حاجه من اللي هتحصل قدام. برافو عليك. اي حاجه. برافو عليك. توقعك يا جيمي المغرب فرنسا. قبل ما اقول التوقع في 3 ثواني. يوم 10/12/2022 هو تاريخ فاصل ما بين تاريخ كره القدم الافريقيه والعربيه وما بعده. فالمنتخب المغربي هو من سطر هذا التاريخ. ده رقم 1. رقم 2 كتوقع ان شاء الله المنتخب المغربي يكسب منتخب فرنسا 2-1. أيوة. باذن الله. ايوه. الارجنتين تكسب كرواتيا ان شاء الله برضو. أيوة. عشان ميسي برده. ايوه. الارجنتين 2-0. لا ما اعرفش. الارجنتين تكسب. 2-0 اتفق معاك. 2-0 يلا عشان خاطر يلا نروح الفاينل بقى. خلاص بقى الفاينل مش مشكله بعد خلاص سامح في الفاينل. خلينا كده في السيمي فاينل بدون نتيجه بس عشان شايف النتيجه. انا شايف كرواتيا ان شاء الله تكسب الارجنتين. تمام. وشايف ان المغرب باذن الله تكسب المنتخب الفرنسي. والله اتمنى. انت بتكيد في ميسي عشان كريستيانو. لا انا عارف تمني. ده تمني. انا ده تمني. بص يعني ان شاء الله المغرب تكسب البطوله في الاخر يعني.